علاش تندير هذا الفيديو، علاش تتفرجوا في هذا الفيديو، علاش تفيق كل صباح، علاش تقرا، علاش تخدم، علاش تدير داكشي اللي تدير. السلام عليكم، معكم كريم كانوط من برنامج الكوتش. هذه الحلقه الاخيره في الموسم الثاني. وقت طويل داز من الحلقه الاولى لدابا وبزاف ديال الحوايج تبدلوا، ولكن الا كنتو من الناس اللي كيتفرجوا وكيطبقوا داكشي اللي كيتفرجوا فيه، غادي تكونوا حطيتوا الاهداف ديالكم، وهذا بوحدو كافي باش يزيد من الفعاليه ديالكم والنتائج اللي تتوصلوا لها. كل شيء باغي خدمه زوينه، دار زوينه والفلوس بزاف بلا ما يعرف علاش. وحتى الا كان عارف علاش تيقول لك حيت هذه سنه الحياه، اولا باش نعيش مزيان. كما في الحلقه الاولى بينا بلي باش توصل نتائج ملموسه خص الاهداف ديالك تكون محدده. حتى في هذه الحلقه باش الاهداف المحدده تخليك تفيق كل صباح وتخدم عليها وما تحبطش وما تملش عند اول اوبستاكل غادي يواجهك، خاص تكون عارف علاش بغيتي توصل لهاد الاهداف هذه، وعلاش ديالك حتى هي خاصها تكون محدده. تكون عارف شنو باغي وتحولو لهدف محدد، وتعرف علاش باغي توصل ليه وعلاش ديالك تكون واضحه. ما كافيش، خاص هذيك علاش تكون شي حاجه كبيره لا ماديه عندها علاقه بالجانب الروحاني ديالك، وفاش تفكرها تتقيسك. علاش تدير داكشي اللي تدير؟ حيت لك انت كديرو غير على ود الفلوس، غتولي تفرح غير في الويكاند في الاخر الشهر وفاش يقرب الكونجي. علاش خاص يكون عندك علاش؟ حيت واحد النهار غادي تطيح وما غاديش تقدر تنوض، غادي تبغي تفيق من النعاس وغتقول غير خليني نعس، غتبغي دير شي حاجه وغتقول خلي حتى من بعد، وديك الساعه علاش هي اللي غتقول لك نوض فيق دير داكشي اللي بغيتي دير دابا. علاش غادي تدفعك ملي ما غتقدرش تدفع راسك؟ السبب اللي ما تيخليش الناس يعطيو 100% ديال الجهد ديالهم هو انهم ما تيكونش عندهم علاش لداكشي اللي تيديروا. باش تقدر تحقق اي هدف حطيتيه خصك تبداه وتخدم عليه حتى تساليه، سي اوسي سامبل كو سا. ولكن شنو اللي تيمنع الناس انهم يكملوا داكشي اللي بداو؟ غتقول لي المشاكل، اقول لك شوف فيا مزيان، كنتي كتسنى الورد مفرش. اللي كيمنع الناس انهم يكملوا داكشي اللي بداو هي الرغبه، طاقه، وهاد جوج د الحوايج كيجيو من لو فيت انك يكون عندك ان بوركوا ديال بصح. باش نكونوا عمليين، الا كنتو تفرجتوا في الحلقه الاولى غتكونوا حطيتوا هدف او لا اهداف على حسب المعايير اللي هضرت عليهم. الا ما كنتوش تفرجتوا سيروا تفرجوا في الحلقه الاولى، كاينه في لاشين يوتيوب. والا كنتو تفرجتوا وما درتوا والو، سولوا راسكم علاش تتفرجوا. الخطوه الثانيه هو انك تكتب كل هدف هدف وقدامه حط 5 ديال الاسباب اللي خلاوك تبغي توصل لهذا الهدف، وخلي كل سبب يكون كبر من اللي قبل منه. مثال، علاش كندير فيديوهات في يوتيوب؟ باش اكبر عدد الناس يستافدوا، باش داك السيد اللي ما عندوش الفلوس باش يخلص ان كوتش يبدا يخدم على راسو، باش هذيك السيده ولا السيده اللي في بلاصه بعيده على البلاصه اللي انا فيها وبغا يستافد مني يلقى كيفاش يستافد مني، باش نغير حياه الناس الافضل، باش يكون عندي بصمه واثر في هذه الحياه. دونك 5 د الاسباب، واحد كبر من الاخر. دونك فاش غادي نبغي نصور اون فيديو سيغ يوتيوب، ما غنحش بالملل، ما غنحش براسي انني كندير اون كورفي، باسكو لوبجيكتيف الي ليي ا ان بوركوا كي تري غران. هاد الحلقه سالات، وسلام على الموسم الثاني. نتلاقاو في الموسم الثالث، ومن هنا لتما تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد ديال لي فيديو. ولا ما كنتو مازال ما شفتوش الكونسيبت الجديد ديال لي فلوغ، دخلوا شوفوه كاين في لاشين يوتيوب. نتلاقاو في الموسم الثالث، من هنا لتما تهلاو في راسكم.